السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة سعيد شاوة. اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية إصلاح الهواتف التي فيها مشاكل مثل خطأ في مكان شحن الهاتف الذي تركب فيه الشاحن، فيه خطأ لا يشحن الهاتف أو لا يشحن البطارية. هذا الخطأ قد يكون سببه هو أنك عندما تدخل الكابل في الهاتف تدخله بشكل عنيف أو تقوم بإدخاله بشكل خاطئ. عندما تقوم بهزه إلى أعلى أو أسفل يتم تخريب المكان أو ما يسمونه بالفرنسية الكونيكتور الخاص بإدخال الطاقة الكهربائية التي فيها السالب والموجب إلى البطارية وتخزين الطاقة في البطارية. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أعلمكم كيف تقومون بإصلاحه، وسنطبق على بعض الهواتف هاتف يعني فيه نفس المشكل يعاني من عدم الشحن، وسببه أن الكونيكتور قد تم تحطيمه من الداخل والانفصال عن البطاقة الأم للهاتف أو كارت ميغ خاصة بالهاتف. لذلك تابعوا معي الشرح إلى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها حلقاتي، وكذلك الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. تحلى مشاهدتكم مع هذا الفيديو. السلام عليكم من جديد متابعينا الكرام ومشاهدي الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. من عائلة الهواتف الصينية أظن، وهو تيكنو. سوف نستخدم في هذا الفيديو أو في هذه الورشة اللاحم أو الكاوية، وسنستخدم مفك البراغي لفتح هذا الهاتف. كما ترون يعني مفك البراغي يمكنك اختياره حسب نوع البرغي الذي لديك. أنا لدي في هذا الهاتف جميع البراغي فيها نوع أمريكان كما ترون على شكل زائد. هذا الهاتف هو يعني من الهواتف الصينية، حيث أن البطارية تقع في الداخل داخل الهاتف، ويجب عليك أن تستخدم المفك البراغي لتغيير البطارية. لكن مشكلتنا في هذا الهاتف ليس البطارية، وإنما مفتاح أو مكان شحن الهاتف مكسر، أو يجب إصلاحه لأنه خرج من مكانه ولم يبقى يعني لا يشتغل عندما تدخل كيبل الشحن الهاتف. كما ترون هذا الهاتف فيه، يجب علينا أن نزيل بعض الأغطية وبعض الكيبلات الخاصة بجهاز تعرف على بصمة الإصبع لمستخدم الهاتف. كما ترون الموجودة هنا سوف أقوم بإزالتها بحذر. كما ترون يجب عليك أن تتعامل مع الهاتف وكأنه طفل صغير لكي لا تقوم بكسر أو قطع أي جزء منه أو أي معدات داخله. بالخصوص أوجه هذه النصيحة للمبتدئين في مجال صيانة الهواتف الذكية وكذلك جميع أنواع الأجهزة. هذا الهاتف فيه العديد من الخيارات. سوف أبعد هذا الغطاء. كما ترون سأقوم بفك البطارية من على الهاتف. سأقوم بإخراج جميع الأسلاك التي توصل الطاقة لكي لا يقع هناك أي مشكل، سواء لي أنا وأيضا للهاتف إذا كانت هناك طاقة معينة. سأقوم بفحص الهاتف والبحث عن المشكل أين يوجد، وبالطبع يجب عليك أن تحذر ألا تقوم بتقطيع أي خيط وأي كابل أو أي من المعدات الموجودة داخل أو الهاردوير الموجودة في الهاتف أو المكون للهاتف. يجب عليك أن تقوم بفحص الهاتف جيدا وتتأكد من الأدوات التي أصيبت والتي يجب إصلاحها. مثلا في حالة هذه كما ترون الكونيكتور، ما نسميه بالكونيكتور بالفرنسية، خرج من مكانه. سأقوم بإخراج هذه بطاقة الأم الخاصة بهذا المدخل، مدخل الطاقة، سأخرجه بحذر. كما ترون الميكروفون كذلك هو مقطوع الخيط.
المهم سأجرب هذا الكونكتور أو هذا أو مدخل شاحن الهاتف، هل هو شغال؟ كما ترون هل هو مصدر المشكلة، حيث أنه لا يشتغل الشاحن البطارية، ولو استخدمنا أي نوع من الشواحن أو الشاحنات سأعيد البطارية إلى وضع الاتصال بالهاتف. سأجرب كما ترون، يعني لا توجد أي طاقة تمر من الشاحن من الكهرباء إلى من مقبس الكهرباء إلى مقبس الشاحن إلى الهاتف، ليست هناك أي طاقة وليست هناك أي إشارة تدل على أن الطاقة الكهربائية تمر إلى الهاتف أو أن البطارية تشحن. المشكل هو في هذا، في مدخل الكيبل لا يعمل. كما ترون الميكروفون كذلك هو مكسور، كما ترون فيه الكيبل، فيه كيبلان، كيبل يعني أحمر وكيبل كذلك أزرق. الكيبل الأزرق هو المكسور. المهم في هذا الفيديو لن أقوم بإصلاح هذا الميكروفون، لأنه يجب أن يتم لحمه بمادة معينة، وهذه المادة لا أمتلكها الآن، لدي فقط الليثان أو الدون، ما يسمونه بالدون اللاحم، فيتم استخدام لاحم آخر من نوع ربما بلاستيكي. المهم سأقوم بتغيير مدخل الكهرباء أو الشاحن الخاص بهذا الهاتف، قمت بإزالته. سوف أضع الليثان كما ترون، سأقوم بتدويب بعض الليثان الموجود في هذه الإضافة أو هذا المدخل مقبس الطاقة، سأقوم بتثبيته جيدا، وعليك أن تحذر أن تقوم بإلصاقه بأي خيط موصل للكهرباء لمكان آخر، أو لكي لا تقع أي مشكلة في الهاتف، لأن هناك موصلات موجبة وسالبة، إذا قمت بلصقها أو مطابقتها بشكل خاطئ فسيقع الهاتف في مشكلة كبيرة وقد يحترق. كما ترون تقوم بلحمه بطريقة بسيطة، ويعني يجب فقط التدقيق في هذه الأمور بشكل جيد لكي لا تصيب الهاتف بأي مكروه، وأن تكون دقيق جدا في هذه المرحلة. أتمنى حقا أن تستفيدوا من هذا الفيديو، أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، وأن يكون قد نال إعجابكم. إن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جديد الشروحات وجديد الفيديوهات في شتى المجالات على قناتكم سعيد شو. كان معكم سعيد الجمالي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما رأيتم الطريقة بسيطة وسهلة جدا، ما عليكم إلا التركيز جيدا. لذلك إن كانت هذه أول مرة تشاهدوني اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة واشتركوا فيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم سوف نتعرف على كيفية عمل فورمات أو ريزيت أو ما يسميه البعض بالسوفت وير للهواتف الصينية. سوف نرى هذا المثال ونعود إليكم. إذا أعزائي المشاهدين، هذا الهاتف من نوع فلاي، من الهواتف الصينية أظن. يعني قد تجد في بعض الهواتف الصينية مشكلة نسيان نمط القفل للشاشة أو العديد من المشاكل كبطء الهاتف أو غيره، وتريد أن تعمل فورمات. ما عليك إلا أن تطفئ الهاتف بزر إطفاء الهاتف، تضغط على الزري زر زيادة صوت وزر قفل الهاتف. أغلب الهواتف الصينية كما قلت ليس فيها الزر الذي يوجد أسفل وسط الشاشة، يكون يعني هناك الكثير من الخيارات، لكن ستختار ريكوفري الانتقال بين هذه الاختيارات بالزر زيادة الصوت.
عندما تنبثق لك هذه الأيقونة الأندرويد، تضغط على زر قفل الشاشة. هذه قائمة فيها العديد من الخيارات، تنزل إلى الخيار الذي يهمنا وهو قم بالتأكيد بالنزول عبر زر نقص صوت، ثم تختار يس للإضافات كما كان من عندما تقوم بشراء أول مرة. تابعونا في القناة واشترك وفعل زر الجرس باش يوصلوك تنبيهات وإشعارات بالفيديوهات الجديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.